تنظم مبادرة ابني أديبا إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عرضا لمسرحية فلوسك إيه غدا حول التنمية المستدامة. ويأتي العرض المسرحي في إطار دعم التنسيقية للنشأ، حيث تتضمن المسرحية رسائل تنموية وتوعوية تستهدف العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة. وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة ابني أديبا التي تستهدف صنع كوادر من النشأ.